تعتزم محكمة نمساوية البت الخميس في طلب أمريكي لتسليم الملياردير الأوكراني ديمترو فيرتاش إلى الولايات المتحدة، التي تتهمه بارتكاب جرائم فساد متعلقة بدفع ريشا للسلطات الهندية عبر وسطاء بهدف الحصول على تصريح لاستخراج التيتانيوم غرب الهند. فيرتاش المقرب من الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش أكد وجود دوافع سياسية للتهم الأمريكية بسبب موقفه الرافض للحرب شرق أوكرانيا. السلطات الأوكرانية كانت قد فتحت أيضا تحقيقا جنائيا بشأن تورط فيرتاش في جرائم فساد تتعلق بتصدير الغاز الروسي إلى أوكرانيا.